السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. لو جدد معايا في القناة أحب أرحب بيكم، اشتركوا بالضغط على الزر الأحمر زر الاشتراك، تفعيل علامة الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. لو انتي بتعاني من غثيان منقي ناتج عن حاجات كتيرة قوي، عن جراحة بقى أو علاج كيميائي للسرطان أو علاج للإشعاع أو أيا كان نوع، عندك مشاكل في الجهاز الهضمي، بتعاني من غثيان وقيء، واستخدمتي أدوية كتيرة جدا، أدوية مش جايبة معاكي نتيجة، مش عارفة تعملي ايه، فالدواء ده من أكتر الأدوية اللي يمكن مهمة جدا لإيقاف الترجيع والغثيان والقيء في أقل من 10 دقايق، مصرح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وموجود حاليا في مصر وموجود كمان في الوطن العربي. هو اسمه تقيل شوية، استحملوا معايا الاسم شوية، اسمه أوندلينز، وده من العلاجات اللي يعني نتائجها كبيرة جدا. هو مش كبسولات، هي عبارة عن زي ما يكون ورقة كده بتتحط تحت اللسان، بتدوب بدوبان سريع. هقولك ازاي تستخدميها. يعني هي طبعا في موانع لاستعمالها، مش عمالة على بطال او مش اي حد بياخدها، زي مثلا الناس اللي هي في الحوامل ما ينفعش نستخدمه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من الحمل، لان ده بيزود من خطر ولادة طفل بشفة مشكوكة او حنك مشكوك. ولو كنت حامل بالفعل او في احتمال انك بتخططي للحمل او بتخططي للانجاب، فياريت ان انت يعني تكوني على مشورة طبية مع الطبيب بتاعك. كمان في حالة الرضاعة ما ينفعش ترضعي، لانه ممكن يوصل كميات صغيرة تنتقل الى حليب الام، وبالتالي توصل للطفل وتسبب له مشاكل. طريقة استخدامه، هي ان احنا عايزاكي بس تركزي معايا في طريقة استخدامه كويس قوي. كل عليكي انك هتاخدي الفيلم اللي هو الشريط اللي موضح في الفيديو ده. هو سريع الذوبان بالفم عن طريق الفم، بيتم بتحطيه على اللسان واتركيه لحد لما يدوب. هو كده كده اصلا بيدوب بسرعة وبسهولة. وحاولي تتبعي التعليمات اللي بتبقى موجودة حوالين تناول الفيلم السريع ذوبان بالفم، هو اسمه كده. حافظي دايما على ان يكون الغلاف يعني مقفول، ما يكونش فيه يعني اي خدش فيه او اي حاجة. ما تحاوليش تاخديه وانت ايدك مبلولة تماما. حددي علامة السهم الموجودة على اعلى الجانبين، وابدأي امسكي الغلاف مع جعل هذا الجانب موجه للاعلى، وبعدين هتقومي بتقشير كل جانبي الغلاف برفق عشان تفصليهم عند علامة السهم، وبعدين تبدأي تمسكي بقى كل جنب بين ابهامك والسبابة باستخدام ايد واحدة لكل جزء، وتنزعي كل الجزئين من الغلاف بعناية في اتجاهات متعاكسة عشان يتم فصلهم من بعض، ويكون الفيلم سريع الذوبان بالفم مرئيا على جانبي يعني طريقته سهلة جدا جدا جدا، ولكن الجرعات بتختلف بقى على حسب كبار او صغيرين او كده. الطبيب وحده بس هو اللي بيحدد لك، هو مكتوب كل حاجة في الروشتة بتاعتك او الورقة اللي بتبقى موجودة داخل العلاج، ولكن طبعا كل حاجة لها اثار جانبية. ممكن يبقى في اثار جانبية لما بنيجي نتناول الدواء، زي حكة شديدة او طفح جلدي او بقع حمراء على الجلد او تورم الجفون او الحلق او الوجه، صعوبة في التنفس او البلع. في بقى اعراض جانبية شائعة جدا زي الصداع، بتحصل من 1 لـ10 من كل شخص، زي الصداع واحساس بالدفء او الاحمرار وغيرها. يعني عشان كده هو بصوا، هو في اولا واخيرا بلاش ان انتوا تستخدموا دواء يعني هيكون حد رشحه لكم، سواء بقى من عيلتك او اصحابك او كده، لان كل حالة بتختلف، يعني كل حالة مرضية بتختلف. حتى لو كان عنده نفس الظروف الصحية اللي انت بتمري بيها، بلاش، ياريت تصدمي تحت اشراف طبيب ويكون عارف، ملم بحالتك الصحية، ويكون عارف، ويكون عاملة كل
الاختبارات الصحية اللي انت يعني عشان تبقى عارفة حالتك المرضية. وبس كده يا حبيب قلبي، اتمنى اكون اتوفقت في حلقة اليوم، شرحتها شرح كامل. لو في حاجة نسيت اكلمكم عنها يا ريت تكتبوها لي تحت في التعليقات. بكون سعيدة جدا بكل التعليقات وبقراها كلها، وبفرح جدا بالرد على الاسئلة. اتمنى منكم تشاركوني وتعملوا مشاركة للفيديو في اكبر جروبات الوطن العربي، وتشاروا الفيديو مع الجميع. اشوفكم على خير.